ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بعدما ضحى رجل الوقاية المدنية محمد عسيلة بالغالي والنفيس من أجل إنقاذ حياة شاب تسلق عمود ريزو بدافع الانتحار يوم 4 أكتوبر 2018 بالجديدة، كشف رجل الوقاية المدنية أنه لم يحظى بأي تكريم أو كلمة شكر مقابل إنقاذ حياة الشاب على الرغم من خطورة الأمر. وأضاف المعني بالأمر أنه بعد تهديد الشاب بالانتحار أشعرت الساكنة رجال الوقاية المدنية حيث حلت 3 سيارات، إلا أنه نظرا لخطورة العمود لم يقوى أحد عن التطوع. وبعد مرور الوقت تطوع رجل الوقاية المدنية محمد عسيلة من أجل إنقاذ الشاب حيث تسلق العمود دون أدنى تفكير، وسلم الأخير ملابسه والخوذة للشاب من أجل الإطمئنان على سلامته، فيما ظل رجل الوقاية في الأعلى دون ملابس وقاية. وأمام هذا الأمر استنكر رجال الوقاية المدنية تغاضي المسؤولين عن الأمر، حيث كان يمني النفس بتلقي تكريم أو على الأقل كلمة شكر وامتنان مقابل التضحية بحياته. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.